مساكم الله بالخير والنور والعافية. اليوم بتكلم معاكم عن موضوع مهم للغاية وهي صحة الجلد. طبعاً الواحد منا يتعرض لأي فترة من الفترات مشاكل جلدية مختلفة. اليوم ضيفنا وياكم مميز وهو الدكتور حسن العبد الله. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور، حياك الله ويانا. هاي علاج البهاق وال اللي يسمونه البرص، الناس يسمونه البرص والصدفية. والصدفية يعني إذا كان المريض مصاب جسمه كله يدخل هاي الغرفة، هي بتساعد على العلاج والتشافي. العلاج أيضا، وإذا نعم. كان المريض عنده يد ورجله نعم يستعمل هاندن فيك. ممتاز. إذا في بقعة صغيرة نستعمل الليزر، هذه صحيح مجرد نشوت الأماكن اللي فيها الأماكن المتضررة. لأن يعني الصدفية عادة يكون في بطن اليدين الرجلين صحيح. أو الجسم كله. نعم بالتأكيد. إحنا بنتكلم عن هذا الموضوع لأن الأمانة وايد ناس متضررين من الصدفية. هاي مثلا هذه غرفة الليزر. الليزر هذه هاي لإزالة الشعر بالليزر. نعم واحدة نعم. من الغرف أكيد. طبعا عندنا هنا تقريبا حوالي في العيادة هذه عندنا حوالي 30 جهاز ليزر. نعم. بس للشعر، يعني احنا نختار الجهاز المناسب للشخص. للشخص، مو هذا الشيء اللي يفرق حتى ساعات تشوف ان بشرة الإنسان تختلف من واحد للثاني. صح، معقول ان جهاز واحد. لون الشعر، لون الجسم، عمر الإنسان. نعم. أنا بعد بتكلم دكتور عن موضوع مهم، ساعات أحس إنه شوي يمكن تكون في مبالغة أو يمكن تكون حقيقة، هي فيما يتعلق في الإصابة بعيد الشر بسرطان الجلد. البعض من الناس يقول والله الشامة كأنها بداية لشيء مخيف، فهذا الشيء مهم. طبعاً سرطان الجلد طبعاً الحمد لله في مجتمعنا قليل. الحمد لله رب العالمين. هذه الليزر اسمه فوتون ليزر. نعم. لشد الجلد، لإزالة الشعر. صحيح. لإزالة ترهلات الأوعية الدموية. صحيح. يعالج أيضا داخل الفم. يعالج الجهاز التناسلي للمرأة. نعم. أنت تختار بالبروغرام وش المشكلة. صحيح. وهو يشوف هاي جاينيكولوجي. أي جاينيكولوجي. يعني أمراض نساء. نعم. هني أشوف أنا بعد عندك السنورينج اللي هي حق الشخير بعد. أي أيوة في السنورينج الصحيح. اللي هو حق الشخير. عجيب الليزر يعني. نعم. هاي ليزر ممكن يؤدي خدمات وايد. صحيح، انا بتكلم معك في موضوع الليزر لانه هو الامانه اعتقد ان هي حاجه ماسه عند البعض من الحالات، وفي تخوف الامانه. اكون معك صادق دكتور. طبعا دكتور انا ودي ابدا معاك بالسؤال الاول، ودنا نعرف الناس يعني دائما سبب الاصابه بالامراض الجلديه، يعني ما يكاد يخلو بيت الا في مره من المرات لازم يكون تعاده او كون له او طور له مرض جلدي لاي سبب من الاسباب. شوف الجلد يشكل في حجم المتوسط للانسان حوالي 2 متر مربع. نعم. يعني معرض للبيئه الخارجيه. هذه رقم واحد. نعم. باقي الأعضاء من الداخل صحيح محمية. ثاني شيء يعني من الصعب أن تذكر مرض يصيب الأعضاء أعضاء الجسم الداخلية ما تكون له علامة أو عرض موجود على الجلد. نعم نعم. يعني مثلا البصفار، البصفار صحيح يبين على الجلد. أتفق كل أمراض السرطانية تطلع على الجلد في غالبها حكة يعني. أو شيء أو يعني تقدر تقول جميع الأمراض. ثانيا الجلد أيضا يتأثر بالحالة النفسية للشخص. أتفق معك دكتور. أيوة. نعم. اللي دخن سجاير دائما حتجد فيه تجاعيد وشفايف سوداء، لذلك الجلد يتأثر بالأعضاء الداخلية. نعم. والحالة النفسية والشخصية صحيح والعوامل الخارجية أيضا والعوامل الخارجية. نعم. نعم. فهذا لذلك الجلد أكثر عرضة للأمراض. بعدين الإنسان يعني كثير من الأمراض الداخلية ما يشوفها إلا لما توصل مرحلة متقدمة. لكن المرض الجلدي يبين صحيح. حتى إحنا سعداء أطباء الجلد إن نشوف المرض ونشوف نتيجة العلاج أمام عيننا. صحيح أتفق معك دكتور. يعني يمكن أنت ذكرت هذه الأعراض اللي يعني تنطبق على الكثير من الناس، ولكن أنا أحب دائما أوضح الصورة للمشاهدين. طبعا هنا القرض من الشيء التوضيح، فلا يمنع أنه قد تكون منطبق عليك واحدة من الأعراض، ولكن أكيد لازم تكون الأعراض هذه شمولية تتعدد حتى تنطبق عليك حالة من الحالات. فدكتور ودي أتكلم عن يعني نتكلم عن الصدفية، نتكلم عن الأكزيما، يعني نسمع هذا بشكل منتشر.
يعني هل معناته ان احنا تغيرت جيناتنا شوي، صار عندنا يعني تطور جيني ولا طفره جينيه ولا شو الموضوع بالضبط؟ اول شوف ممكن نقسم الامراض بشكل بسيط. بالنسبه حق الاطفال، نعم، اشهر مرض يصيب الاطفال هو الإكزيما الوراثية. الإكزيما الوراثية يسميها أتوبيك ديرماتيتس. يعني أنا لما أشوف 10 أطفال 8 منهم مصابين بالمرض، يعني 80% من العشرة تقريبا. صح، يعني 8 من العشرة. طبعا هذه له علاقة بالوراثة وأيضا باللايف ستايل، اللايف ستايل طريقة الحياة، أسلوب الحياة. يعني هل الطفل يرضع من أمه ولا يأخذ حليب صناعي أو ما شابه ذلك. صحيح. بالنسبة حق الشباب أشهر مرض اللي هو حب الشباب. حب الشباب. بالنسبة حق الكبار في السن، الكبار يعني من بعد 30، أمراض الشيخوخة. نعم. وأمراض الشيخوخة خذ بالك تكلف 90% مما تصرفه الدولة أو الفرد في القطاع الصحي. طبعا للتوضيح دكتور، احنا كنا نسولف من ساعة، كنت تقول لأن أوريدي يتقدم العمر فيقل عطائك يمكن في المجتمع، تزيد الأمراض، وأيضا في أمراض ثانية تكون مصاحبة للتقدم طبعا العمر. طبعا لما نيجي الشيخوخة احنا لها أمراض مثل السكري والضغط والسرطان. صحيح. وكل الأمراض اللي انت عارفها، والروماتيزم وتجعد الجلد والكلام هاي كله. صحيح. أيضا الشيخوخة بحد ذاتها نعتبرها مرض. يعني ممكن واحد تشوف عمره 70 وتشوفه في صحة جيدة. صحيح. صحيح. وتجد واحد عمره 40 وعنده كثير من الأمراض. أتفق معك. فهني القضية في نوعين من العمر في الطب احنا نعترف نعطيه اعتبار هو العمر البيولوجي، أي العمر الحيوي، وليس العمر الزمني. الزمني تروح حق الرزنامة. صحيح. لكن العمر البيولوجي الحيوي تعرفه من الفحص، من الفحص السريري أو الفحص السريري والتحاليل المعملية وإلى آخره. تمام دكتور. أنا الحين يعني ودي أسأل، يعني أول شيء لما أتكلم عن الصدفية، وش أسباب الصدفية أو حتى مرض الحمرة مثلا؟ بقول لك أول شيء بالنسبة للصدفية، تقريبا من 2-4% من البشر فيهم. يعني إذا ناخذ مجتمع ناخذ متوسط 3%. كل 100 شخص عنده كل 100 منهم 3 مصابين بالصدفية. الصدفية طبعا هو مرض وراثي، هو مرض له علاقة بجهاز المناعة. هو ببساطة انقسام الخلايا الأم في الجلد في خلايا أم. نعم. هي اللي تنقسم وتعطين الخلايا اللي فوقها، والخلايا اللي فوق تتقشر وتطيح. صحيح. إذا الخلايا هاي بدل ما تنقسم كل 6 أيام مرة، تنقسم انقسام كل يومين مرة. لذلك عدد اللي ينولد أكثر من يطيح. لذلك يتجمع القشرة على الجلد على شكل صدف ونسميه صدفية. صدفية. نعم. الأمانة هذا شيء يخوف الناس، خصوصا لما يطلع في المراهقين أو حتى عند النساء يخوفهم، لأن تعرف في حاجة اجتماعية، يعني أكاد لا أخفي كنا يترتب عليها أن يمكن ما رح مثلا لا قدر الله مثلا تلقى وصمة اجتماعية في زملاء بين زملائها في المدرسة. فكيف شنو العلاج اللي ممكن يقدم للصدفية؟ أول شيء لازم نعرف لما نتكلم عن مرض وراثي مو معناه حتمي لازم يصاب بالإنسان. لو أنا عندي الجين الوراثي كم نسبة أني أصاب بالمرض؟ ومتى يمكن ينشط؟ يعني لا، يعني إذا أنا عندي جين وراثي. صح. للسكري والضغط والصدفي. نعم. ما نسبة ظهوره؟ هذا يعتبر مقفل. مقفل. لو ما كان مقفل يبقى هذه الإنسان ولد به. نعم. لكن ما إذا ما ولد فيه فمعنى الصفة هذه مقفلة. الصفة مقفلة. أيوة. لكن متى تنشيطها؟ تفتح. الفتح مالها في الطب نسميه ميثايليشن. في عناصر معينة. كل مرض له أشياء من اللايف ستايل. صحيح. تخلي مثلا تكلم عن صدفية، والله شوف شرب الكحول يطلع الصدفية، السمنة يساعد في تطلع الصدفية، يساعد في إخراج. صح. نعم. الإصابة بالبكتيريا والفيروسات إذا ما يتعالج الطفل يصاب بالصدفية. لذلك تجد كثير من الأطفال تطلع عندهم الصدفية في سن مبكر بسبب أنه عنده لوس. وما تتعالج بشكل صح. تأخذ الأم الدواء لمدة 5 أيام مثل الحصل يعني وما يكفي، ما يكفي. هي رقدت البكتيريا
بكتيريا هاي لكن مذبحة يتكرر يتكرر بالتالي هيأثر على الجين فينفتح يصاب الإنسان بالصدفية. فالصدفية لازم نعرف أي مرض وراثي. إذا احنا أدركنا من الطفولة أن الأب والأم عندهم مرض وراثي المفروض هني وشو الأسلوب الحياة اللي نخلي المرض. لو واحد عنده مثلا سكري شي يسوي عشان ما يطلع السكر؟ أوكي. ببساطة شديدة لا يأكل السكر ولا يأكل الطحين المصنوع من القمح. والسلام عليكم، مش حيطلع في السكر ويمارس حياة طبيعية ويمارس طبعا في الجانب الآخر. زين دكتور، خلني أنا أوقف شوي على موضوع الصدفية. وش العلاج المقترح؟ أو الدكتور الصدفية يعتمد يا تكون الصدفية موضعية في أماكن معينة. يعني ممكن تصيب الأظافر فقط، ممكن تصيب الشعر فقط، ممكن تصيب الجسم كله. أيضا في كثر هو قوي يعني ممكن عدائي أو أجرسي يكون يعني قوي أو متوسط أو ضعيف بناء على عمر الطفل أو عمر الإنسان. بالتالي المعلومات هذه هل منتشر أو محدد في أماكن وعمر الشخص حياتك أنت حالتك الاقتصادية. أقول لك بشيء بسيط، واحد فقير ما عنده فلوس يدفع لا حق الأشعة، العلاج بالأشعة ولا الأدوية، شي يسوي؟ ببساطة يروح بعد الغداء كل يوم البحر لمدة ساعتين بيطيب من الصدفية. هل هذا علاج يعتبر علاج قطعي؟ 100% قطعي. لا ولا جزئي. الأمراض الوراثية ما نقدر نقول إنه أنا شفيت المريض، لكن أنا شلت المرض منه، خليته ما يطلع. الجين موجود ولكن خليته يرجع إلى الحالة الخاملة. ما يشتغل خامل. أيوة ما يشتغل في الأمراض هذه. فأنا أقول لك، أنت تسألني عن العلاج، العلاج بناء على الشخص، حالتك الاجتماعية والاقتصادية. هل أنت عايش في قرية بعيدة عن المدينة؟ صعب أجيبك 3 مرات في الأسبوع المدينة عشان تأخذ الأشعة. لا، بخليك تتعرض لأشعة الشمس. يعني أنت يعني اللي أنا فهمته دكتور، عشان نلخص الموضوع المهم هذا اللي تفضلت فيه، يعني العلاج عن طريق التعرض لمياه البحر لمدة ساعتين لفترة معينة يخمل هذا الشيء مرة ثانية. يشيله. العلاج عندك الله يسلمك اللي قلته، اللي هو العلاج بالأشعة، في بالأدوية، في بالحقن الأدوية، إذن في الحبوب، في العلاج الموضعي، في بدائل كثيرة، لكن احنا نختار البديل بناء على الشخص اللي قدامي. صحيح. أنا ما عالج بشر، أنا عالج إنسان. أدرسه ككل. طيب خلني أنقلك إلى صورة ثانية. أيضا عندك يعني موضوع الحمرة، البعض من الناس يصابون الحمرة نسميه الوردية. شنو السبب؟ الوردية أول شيء يصيب دائما المرأة، يعني معظم ممكن يصيب الرجل ما، لكن الشاع يصيب النساء ويصيبهم بعد 40. أيوة، وهو له علاقة بالهرمون والحالة النفسية أيضا. شكله مثل حب الشباب لكن مش حب الشباب. ومنه نوعين أو 3 أنواع، نوع بس احمرار ونوع بس حبوب مثل تقيحات، ونوع تقيحات واحمرار، ويصيب دائما الوجنتين والخشم. صحيح. والجلد. هذه الوردية لها علاج. تعالج طبعا. شنو علاجها؟ علاجها في علاجات موضعية، وفي علاجات عن طريق الفم، وفي علاج بالليزر. فهني أيضا يعتمد على كل شيء. صحيح. حتى حالتك الاقتصادية. أنا ما أقدر أدفعك 1000 ريال على الليزر وراتبك 1000 ريال. صحيح. فهني أعطيك بديل آخر. إذن هذا هو العلاج الشمولي اللي دائما نتكلم عنه، ولذلك كل مريض تختلف حالته من المريض الآخر. تدرس الإنسان نفسه ككل. دكتور، أنا ودي أتكلم معك أيضا في موضوع، يعني إحنا تكلمنا في موضوع الصدفية، في موضوع الوردية، وفي أيضا البهاق. ودي أتكلم عن المنتشرة البهاق أو البهق اللي إحنا نسميه بهالقطر. شوف البهاق مثل الصدفية، يعني أيضا وراثي، أيضا له علاقة بجهاز المناعة.
أيضا يصيب حوالي 3% مثل الصدفية نسبة الإصابة. 3% تقريبا 2-3% يعني من كل مئة بني آدم 2 مصابين، سيعتمد من مجتمع لمجتمع. فهي نفس الشيء أيضا. كيف تتعامل معه؟ لكن أيضا إحنا ندخل على الاسم. الاسم يخوف. دام الناس يقولون البرص، والبرص هاي اسم خطأ. نعم خطأ علمي يعتبر. صح صح. البرص هذه يطلق على الجذام، وهي بسبب إصابة بجرثومة بكتيرية. صحيح. بالعربي يسمى الوضح. الوضح الوضح. لكن البهاق لأي شيء أبيض في الجلد. تصبغات أو نقص التصبغات. لا لا مثلاً. إزالة اللون. إزالة يعني اللون. إن الخلايا الصبغية ما تشتغل. دكتور ودي أسألك أيضا عن موضوع مهم، وهو موضوع السرطان، ولكن سرطان الجلد بالتحديد. ولكن قبل لا أنتقل لهذا الموضوع، أبي أتكلم عن نوع من أنواع الحساسية. شنو هذا النوع اللي يمكن يكون منتشر أيضا عند الناس؟ سمونا أرتكاريا. أرتكاريا. الأرتكاريا تطلع بقع حمراء على الجلد ومصاحبة بحكة. نعم. تيجي وتروح تيجي وتروح، وسببها ممكن يكون بسبب الأطعمة أو الأدوية. نعم. أو أمراض داخلية تصيب الجسم. يعني أكثر من مسبب يمكن يكون في هذا. أكثر من مسبب. طيب شلون أنت بتقيم الموضوع؟ أقيمه إنه أول شيء من خلال أول إني أشخص، لما أشوف هذا شخصه أنا أعرف إنها أرتكارية. بعدين نفحص بالنسبة لأسألك، مثلا تقول أنا بعد ما أخذت البنادول صار لي كذا، أتأكد إنه مو من الأدوية. صحيح. لأن الأدوية ما لها تحاليل، ما في تحليل حيبين لي الدواء ذي أو الدواء ذي. صحيح. إذا استثنين الأدوية نرجع للأكل. نعم. وممكن نسوي تحليل للدم. نعم. نشوف هل أنت حساس لنوع من الأكل. إذن هذا شيء موجود. أيوة. بعدين نشوف نسألك أسئلة إذا عندك بعض الأمراض من الكبد أو الكلى. نعم. أو السرطانات أو كذا، تسوي الأرتكارية. فهذه الأشياء الرئيسية الثلاث. كيف بتعالجها؟ طيب نعالجها، يعتمد على السبب. أنه أشيل مثلاً المسبب، هاي تستبعد المسبب، وبعدين أشيل الحساسية. لأنه الحساسية هنا بسبب ظهور مادة يسمونها الهستامين. الهستامين يوسع الأوعية الدموية. نعم. لذلك تشوف مكانها أحمر. ولما توسع الأوعية الدموية يطلع منها دم. نعم. لذلك ينتفخ المكان. ولذلك يعني ساعات انا اسمع اللي يقول لك انه والله نعطي انتي هستامين، مضاد الهستامين في بعض الاحيان للارتكاريا. بس مو كل انواع الارتكاريا. لان بعض الارتكاريا ما تكون بسبب الهستامين، لا، هاي بسبب خلايا جهاز المناعه. دكتور خلني أتكلم عن هذا الموضوع. أنا شفت مرة دوكيومنتري أو فيلم وثائقي، واحد رايح في رحلة مع أهله واستمتع بالشمس وكذا، وفترة يعني تموا تقريبا فترة معينة من الزمن، وتفاجأ أن كأنه بدت عليه بعض الأعراض لسرطان الجلد. كيف حضرتك راح تقيم أن هذا المريض مصاب بسرطان الجلد؟ ما هي الدلائل؟ البعض من الناس يقول لك والله هذه الشامة كأنه طلعت فيها شعرة، فهي قد تكون دليل يعني على وجود سرطان. طبعا كلامي فرضيا لي نتبين الصورة من عندك. طبعا سرطان الجلد يا يصيب الجلد نفسه. نعم. هناك في ثلاث سرطانات رئيسية. السرطانات بسبب الشامات. ان الشامة يا يكون الانسان مولود بيها او تطلع فيما بعد. نعم. هاي على طول ينتشر في الجسم. نعم. هاي اخطر نوع سرطانات. نعم. وفي سرطان بسبب اللي يسمونه البيزل سيل كارسينوما. بسبب الشمس. بسبب الشمس. ايوه. وعندنا ايضا سكويمس سيل كارسينوما. ايضا بسبب، نسميه الاسم البيزل سيل يعني الخلايا القاعدية. القاعدية. انه طالع من والسكويمس طالع من الخلايا اللي يسمونه سكويمس سيل. هاي ثلاث الأسباب سرطانات يعني رئيسية. سببها أساساً الشمس. الشمس. أو واحد عنده قرحة تتم فيه فترة طويلة من عالجه تحولها سرطان. نعم. أيضاً ممكن سرطان الأوعية الدموية اللي في الجلد. نعم. ممكن الخلايا البصيلات الشعر اللي في الجلد. نعم. ممكن الغدد الدهنية اللي موجودة في الجلد. يعني الجلد ومكوناته ممكن تطلع منه سرطانات حميدة وسرطانات خبيثة. إنزين طيب دكتور، الحين لنفرض أن واحد جاك، يعني ما أعتقد أن في إنسان راح يجي ويعرف أنه عنده سرطان الجلد، يعني هو شنو بتكون الشكوى اللي مقدمها عندك عشان أنت بتقول والله تعال أنا كأني مشتبه بحاجة؟ ما يقدم شكوى، ما يحس بشيء تقريبا. ما يحس بشيء. لا ما يحس بشيء.
يقول لك ان انا عندي هذه ما ادري وشو انتفاخ. انتفاخ. فانت هني بالكشف السريري واخذ عينه من الجلد نعرف يكون عنده سرطان ولا ما عنده سرطان. لكن بالنسبه للشامات اساسا الشماد دائما شلون نعرف، وهذه يمكن اكثر شيء يغلق الناس. نعم. لذلك المريض يقول خلاص يا دكتور شيل وافتك منها. صحيح. لان نقول له مثلا اللي عنده الشماد خصوصا اللي بشرتهم بيضة وايضا اللي يتعرضون للشمس فهذه الشامه اذا تغير لونها إذا طلعت لون أسود حواليها، يعني إذا بدأت تحك، إذا بدأت تقرح، هني على طول أشيلها. على طول أشيلها. لأنها تنتشر في الجسم بسرعة رهيبة يعني. نعم. مميتة. بعيد الشر. كيف يعني راح يتم العلاج؟ كيف يتم العلاج؟ العلاج سهل إذا اكتشفت بدري. بدري. أيوة. نعم. كل السرطانات عموماً إذا اكتشفت مبكراً تكتشف. طيب. وزي إن سرطانات الجلد سهل إنك تشوفها بعينك. دكتور أنا ودي أنقلك أيضا في زاوية أخرى من هذا الحوار، ودي أتكلم أيضا على موضوع الصلع. الصلع صار شغل الشغل عند الكثير من الناس، الرجال النساء، نشوف بعد أطفال، يعني نقول مو أطفال عفوا، يعني ناس في مقتبل العمر في بداية سن المراهقة بدأ عندهم صلع. شن هي أسباب الصلع الأكثر انتشار عندنا في المجتمع؟ سقوط الشعر له أسباب كثيرة مثل وجع البطن. نعم. فما في تروح الصيدلية وتقول لي عطني دواء لسقوط الشعر. نعم. هذه مفهوم خاطئ، لازم يبي تشخيص ويبي علاج. لذلك سقوط الشعر هاي كتاب من 1000 صفحة. نعم. في عشرات الأمراض. نعم. فما يصير تاخذ دواء لسقوط الشعر، هذه مبدأ عام. طيب كيف العلاج اللي انت بتقترحه؟ والله اقترحه بناء على المرض اللي تشخيص. عطني انت لو عندك تشخيص تقدر تروح حق الاندكس مال الكتاب وتفتحه وتقرا المرض ماله بالضبط. هاي نفس بس انت ما يسمح لك تصرف الدواء لانه يحتاج الى وصفه طبيه. بريسكريبشن بالضبط. لكن اي مريض اذا عندك تشخيص. صحيح. لذلك نصيحه لما تروح عند اي طبيب خذ من عند التشخيص مع الدواء. دائما اتفق. لذلك دائما نستعمل هذه وشو هاي اكزيما. اكزيما هذه كتاب. هاي مو باسم مرض. ايش عندك نزله شعبيه. هذه كتاب. هذه مو بمرض. ايش عندك نزله معويه. صحيح. هذه كتاب. هذه مو تشخيص. فلا ترضى بالكلمتين ذول. صحيح. شوف نصيحه لا تروح حق جراح قبل لا تروح حق طبيب. بالضبط. أولاً روح للطبيب. الطبيب هو عنده القدرة أكثر من الجراح على التشخيص وعلى بدائل العلاج. صحيح. الجراح ما عنده بديل غير المشرط. المشرط. انفيسيف. لازم يختار. علاج ثقيل اختراق. صح. نعم. خلني أنا أسألك سؤال شوي يكون يعني محدد الصفات. خلني أقول لك إن ناس عندهم هوس إنه والله يبغون يجون يضربون مثلاً أبر النظارة. ناس تجي تقول لك والله إحنا نبغي نسوي البي آر بي. طيب هذه متى تستخدم؟ هذه متى تستخدم كشيء تجميلي؟ شوف في أشياء يعتمد على الحال اللي عندي. إذا أنا عندي عجز الجلد. الجلد معجز. يعني الشخص عمره 30 سنة ويبين كأنه 40 جلد. يعني أنا ممكن أعطي بي آر بي. PRP. وشو البي ار بي؟ لما الواحد ينجرح. نعم. على طول خلايا الصفائح الدمويه تيجي على الجرح. شو تسوي؟ تقوم تسكر الجرح مره ثانيه. لا مو بس هالشكل، تسكر الدم لكن ايضا تنبط. لما تنبط تطلع منها مواد تلئم الجرح. سبحان الله. فانا اخذ الدم من الانسان وبعدين اصفيه من كل شيء ما عدا سائل الدم. نعم. اللي يسمونها البلازما وخلي فيه الصفائح الدموية. يسمونها PRP بليتلت ريتش بلازما. فالآن أنا عندي سائل الدم وفيه الصفائح الدموية مكسرة. يعني المادة اللي فيه طلعت برا. صحيح. لذلك ما يجي أحقنها فيه في الإنسان. نعم في الوجنتين مثلاً. يخلي يشبب البشرة. يشبب البشرة. بس التأثير مالها الأمانة أقول لك دكتور ما من أي ضرر.
لا بس يعني نسبة وجودها في المكان هذا نفسه اللي حقن فيه يتم فترة بسيطة اللي أنا سمعته. لا 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 أنا سمعت إنه يتم 3 شهور. لا 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 يتم فترة طويلة. يعمل هيلينج. هيلينج أو ريكفري يعني. لكن أنت هني هيلينج ما تبي هيلينج وتوقف. طالع أيضا السبب ليش الشخص هذي صار جلد مجعد كذي بسرعة. ليش؟ شنو السبب يكون؟ هني لازم أبحث. هل لو جيت مثلا لو أخذت الجروث هرمون. الجروث هرمون شو يسوي؟ يبني الأعظام. نعم. يبني العضلات. يشيل الدهن الزايد. يخلي بشرتك حلوة شباب. طيب. لو الجروث هرمون عندك نازل. يبقى أنت عندك عجز. هل أطالع هاي سبب جروث هرمون؟ صحيح. ولا بسبب هرمون آخر؟ ولا التستوستيرون والاستروجين. صحيح. أنت بس ترقد في الليل. وفي ليتات صغيره مال المكيف ومال هاي مبطله وانت ما تغمض عينك زين في الليل. بعض الناس عينه مفتوحه. صحيح. ما عنده جروث هرمون. صحيح. يكون عنده جروث هرمون يكون بسيط نوعا ما. بسيط. لذلك الجروث هرمون يفرز بس في الليل في الفتره النسائيه. نعم. اليوم العيادات وايد زين علاجات مختلفة كثيرة جدا يعني ندب الشباب حبوب الشباب تجاعيد اللي موجودة علاجات كثيرة مختلفة. تروح عيادة مثلا يقول لك ان هاي العلاجات متوفرة. تروح عيادة ثانية يقول لك العلاجات متوفرة. انا كمريض كيف راح ادلل ان شنو الشيء الانسب والاصلح لي ما دام ان في 3-4 مدارس مختلفة مثلا؟ ايوه. اول نصيحة لا تروح العيادة وتقول لهم سولي كذا. لا تقول له سولي PRP. سولي فيلر. سولي كذا وكذا. هذه كلمة خاطئة للغاية. هاي كأنك رايح سوبر ماركت. لأن هني إذا كان مستقبلك غير أمين بيسوي لك اللي تبي. وبرا ذمته أنت اللي طلبت. أنت اللي طلبت. نعم. لا تقول له أنا عندي المشكلة هذه. وشو الحل؟ فهو بيقترح خذ حالتك وخذ تشخيصك. نعم. وروح البيت وافتح جوجل وابحث بروحك إذا أنت على مستوى. صحيح. ثقافي معين. نعم. عرفت شلون؟ أو روح حق طبيب واحد واثنين وثلاثة. هل اتفقوا على نفس العلاج؟ صحيح. لأنه في بدائل كثير. أنا لما أجي أعالج افترض واحد عنده سكار عنده أثر مثل ما قلت ندبة. نعم ندبة. أنا ما أنظر لها على أساس أنها حفرة وبس. لا لا. أول شيء أفكر شلون استوت. لاحظ نقطة مهمة. الوعي هذا ومعرفة الأشياء هذه. صحيح. يخليك سهل أنك تبحث. صحيح. يعني وش التشخيص؟ وش سببه؟ نعم. شلون صار؟ صحيح. هل التغير فيسيولوجي؟ نعم. يعني فيسيولوجي يعني وشو؟ يعني كل شيء مكانه. صحيح. لكن بسبب الهرمون بسبب شيء كيماوي لو صلحته يتصلح. صحيح. هاي معنى فيسيولوجي. فيسيولوجي. أو شيء صار باثولوجي مشكلة صار لازم أقص وأسوي وأخيط وأعدل. صحيح. نعم. بالتأكيد دكتور هذه الرسالة يعني جدا إيجابية وصلت للناس. فأنت كأنك عالجت مواضيع كثيرة في موضوع واحد. احنا نشكرك على هذه الاستضافة الكريمة وقبولك أيضا لنقل هذه الخبرة للناس. شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لك يا دكتور. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكون وفقنا في طرح المعلومات للسادة المشاهدين. تابعونا في حلقات أخرى وأيضا في مواضيع متنوعة. في أمان الله.